أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ربما هي المرة الأولى التي يتم من خلالها عمل استعراض لرياضة الكونغ فو، حيث قام أحد أبطالها باستضافة مدربه من الصين الحاصل على أعلى درجات هذه الرياضة وأعلى مستوياتها، محاولا للفت النظر لأهمية هذه الرياضة. طبعا أكيد كلنا من دون استثناء نسمع عن رياضة الكونغ فو، لكن كثير مننا ما يعرف أسرار رياضة الكونغ فو، ما يعرف إيش تاريخ هذه الرياضة. ممكن في لبس، في ناس بيفكروا أنه هي رياضة يابانية أو صينية. إحنا عندنا أسئلة كثيرة عن هذه الرياضة ومدى أهميتها وفوائدها مع ضيوفنا الكرام بالاستوديو. إحنا معنا اليوم الخبير والمدرب عبد الرحمن العتابي ولاعبة الكاراتيه رفيف بادغيش. أهلا وسهلا فيكم. حياك الله. إحنا اليوم فقرتنا عنيفة حتكون ولا حتكون هادئين وكويسين وطيبين؟ ان شاء الله حتكون ان شاء الله شكلها هاديه بزياده. ان شاء الله هاديه. اهلا وسهلا فيكم. بدايه حبدا بالكابتن عبد الرحمن، حضرتك لك سنوات في هذه الرياضه. اول شيء ابغى اعرف تقريبا لك كم سنه وايش سر ارتباطك فيها؟ تقريبا لي 14 سنه. سر الارتباط بدت بهوايه حتى اصبحت اسلوب حياه. يعني اصبحت 14 سنه صارت رياضه الكونغ فو في حياتي جزء لا يتجزأ وصار شيء اساسي. 14 سنه لك تمارسها؟ صحيح. اوكي، وصارت جزء من حياتك. طب جزء اساسي. من فين بديتها؟ ايش اللي خلاك؟ في يوجد مدربين في السعوديه وفي جده، وعلى راسهم اللي علمني معلمي الماستر يحيى مهدي. وصلت معه تقريبا هنا حتى الدان الثالث، تقريبا خلص معه 10 سنوات حتى الدان الثالث. بعدها اتجهت للصين، وصلت الحمد لله حتى الدان الرابع. طب برضو احنا حابين نعرف شغفك بهذا الموضوع ايه؟ طبعا الشغف في البداية هو الدفاع عن النفس. ممكن يكون الدفاع عن النفس شغف؟ ممكن دفاع عن النفس شغف. اوكي، ما في غيرها اتوقع. الشغف الثاني الافلام الصينية هي اللي علمتنا بايش هي الكونغ فو. إذن هي الأفلام. ويعني في ناس أحيانا ممكن بيتأثروا من مشاهد معينة من أفلام معينة وإلى آخره، فبالتالي ممكن هذا الشيء يأثر على، ممكن حضرتك من سن مبكر وإنت بتشوف هذه الأشياء، فبالتالي انعكست عليك، وبالتالي أكيد يعني جربت متعتها فتعلقت فيها. بس يظل الهدف الأساسي هو الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس يظل الهدف الأساسي هو الدفاع عن النفس. كل شخص محتاج للدفاع عن النفس. أكيد كابتن. أكيد كل شخص، مو بس الأشخاص، حتى المجتمع محتاجين دفاع عن النفس. المجتمع بجميع شرائح محتاج دفاع عن النفس. طيب اسمح لي، إحنا كمجتمع عربي وسعودي هنا تحديدا ما نعرف الكثير عن رياضة الكونغ فو إلا أنه هي رياضة دفاع عن النفس. في ناس بيقولوا عنها لا ده كلام فاضي مضيع للوقت إلى آخره. أنا بتكلم بناء على رأي الناس الثانيين. في ناس كثير ما يعرفوا إيش هي الرياضة دي أصلا. طيب شيء طبيعي ما يعرفوا، لأن ما في توجه إعلامي لها. هذا من جانب. جانب ثاني ما في دعم رسمي لها، لأنهم يعتبروها رياضة نقدر نقول ما هي خطيرة، بس رياضة غير رسمية فيها جانب من الخطورة. كابتن، كل فنون القتال تعتبر فيها جانب من الخطورة، لكن يعتبر سلاح ذو حدين. يعني نستخدمه للخير أو نستخدمه للشر على حسب الشخص الممارس لهذا الرياضة. طيب أنا حتوجه للكابتن رفيف. حضرتك بتمارسي رياضة مختلفة من نوع آخر، الكاراتيه. نعم، حدثينا عن رياضتك. الكاراتيه هي رياضة نشأت في جزيرة أوكيناوا اللي هي في اليابان. في اليابان. منتشرة في جميع أنحاء العالم. عندنا في السعودية موجودة بستايل معين، هي فيها أساليب مختلفة. يعني إيه موجودة بستايل معين؟ اللي هو اسمه الشوتوكان، هذا هو اللي موجود في البلد، هو اللي معترف به رسميا كلجنة رياضية. طب انت ايش سر اهتمامك بالكاراتيه؟ انا شخصيا كان يعني اخذتها من ناحية صحية، يعني لياقة بدنية كنوع من العلاج. انا عندي مشاكل في العضلات والاعصاب، فهذه الرياضة اعطتني طريقة اقدر اساعد بها نفسي بدون ما اضطر اجل للأدوية او اضطر اعتمد على دكاترة. هي فيها جانب علاجي، فيها جانب يعني تقوي العضلات. تمام. بدون ما تتعب الاعصاب. يعني الرياضه العاديه الأروبكس وزي كذا تتعبني، وفي ناس كثير يمكن ما يتحملوا المفاصل، هذا ما تتحمل. هذا نوع من الرياضه مع انه شكلها الخارجي عنيف، بس الحركات اللي فيها بالعكس جدا مريحه للجسم، فتديكي قوه داخليه بدون ما تجهد الجسم الخارجي. يقال انه الرياضات مثل رياضه الكونغ فو او رياضه الكاراتيه بتحاكي الروح احيانا، ولها علاقه مباشره بالطاقه.
هي نعم، هي بقول لك تديكي قوة داخلية بدون ما تتعب الجسد الخارجي. طبعا كل إنسان عنده طاقة معينة، ساعات تزيد ساعات تقل، فهذه الأنواع من الرياضات تساعد إنه الإنسان يقدر يتحكم في هذه الطاقة ويقويها. طب كيف شايفة إقبال البنات على هذا النوع من أنواع الرياضة؟ مختلف، في إقبال يعني الهدف منه تسالي، وفي إقبال الهدف منه إنه يبغوا رياضة. ما يعني ما جاني يعني طلبات كثير على على التدريب، بس اللي جاتني معظمها كانت انه مثلا فتره اجازات، فتره فراغ، بيحاولوا يقضوا فيها يجربوا شيء جديد. مهم انه البنت يعني تمارس رياضه الكاراتيه؟ شخصيا انا لي هذا شيء مره مهم، لاني انا اسافر كثير واشتغل، يعني اضطر اروح كثير اماكن بالنسبه للشغل، في مواقع، في كذا هندسه. فيس هذه حاجه من الحاجات اللي انا تريحني نفسيا، اكون مرتاحه اني اروح اي مكان، خاصه عارفه اني ممكن لا سمح الله اتحطيت في موقف اقدر اتصرف، اقدر انقذ نفسي، فهي كسر الخوف حق الموقف. تمام. طيب كابتن عبد الرحمن، بالنسبه احنا تكلمنا شوي عن رياضه الكاراتيه وتاريخها، عرفنا انه هي رياضه يابانيه، لكن انا كان بدي اسالك، هي عشان حنتكلم عن جزئيه المدرب الصيني اللي حضرتك مدربك الخاص اللي حضرتك جبته للسعوديه، هي رياضه صينيه او يابانيه او كيف؟ الكونغ فو رياضه صينيه. صينيه، وهي في الاصل هي ام الالعاب الرياضات الاخرى قتاليه. تمام. لان هي مهد رياضات أقدمهم؟ قتال اقدمهم تقريبا قبل 1500 سنه قبل الميلاد. ايش بتتميز؟ تتميز بالشموليه، بالقوه. انت قبل شويه تفضلت معك على الطاقه وما الطاقه. صحيح. فنون الكونغ فو مو بس فنون قتاليه، فنون صحيه، فنون للحياه، فيها فنون خاصه بالطاقه، فيها فنون خاصه بالتعايش بالسلام على حسب وصف الصينيين لذلك. فعشان كذا فنون الكونغ فو هي الاصل في جميع الرياضات، حتى الرياضات الصحيه مثل اليوغا، مثل الفنون هذه. طب هي بتغذي الروح بايش هذه الرياضه؟ بتغذي الروح بالطاقه. لكن ايش مفهوم الطاقه عندنا احنا؟ الطاقه عندنا احنا انه شيء يعني مجرد اسم نسمعه او نتركه، لكن الطاقه عنده هناك القوه الخفيه داخل الجسم، او القوه الخفيه اللي تكسبها الجسم من العناصر الطبيعيه. هذه تتغذى في الجسم عن طريق بعض التمارين، عن طريق ترتيب نفس معين. فاذا اذا اذا, إذا الجسم تاقلم على الطاقه، اولا استفاد من ناحيه القوه، استفاد من ناحيه الاسترخاء والهدوء في ممارسات الحياه الطبيعيه. مثلا احنا تخصصي فنون قتاليه، ضروري جدا الطاقه تكون موجوده. ممارسات الحياه الامور العاديه الاخرى، وممكن تكون تمنح الشخص مواصفات تميزه عن الاخرين. يعني انا بقول تخمين من عندي، ممكن يكون مثلا ليتس سي، اعطي اكزامبل بسيط اللي هو الصبر، ممكن بتكون لها بتعطي مواصفات زي مثل هذه. تعطي صبر، هدوء، ثقه، شجاعه، تعطي صفات جدا طيبه. تمام. طيب خلينا نتكلم شوي على المدرب الصيني. هو اللي دربك من كم سنة ذا الكلام؟ مدرب الصيني طبعا الماستر شيونغ بين. احنا شايفين لقطات عشان احنا الماستر انا جايبه من تايوان. انا سافرت له خلال الخمس سنوات الأخيرة. كل سنة اسافر له، اتدرب تحت يده شخصيا. الماستر هذا جدا معروف على مستوى رياضة الكونغ فو في العالم، واصل اعلى درجة فيها هي الدان التاسع، هذه الدرجة ما وصلها الى 5 أشخاص في العالم. هذا واحد منهم. فهو ماستر اولا جدا متواضع، جدا طيب، جدا قوي رغم كبر عمره، عمره فوق 60 سنة، لكن ما شاء الله انا اشوفه انه اقوى مني واقوى من اي شخص بعمره او اقل منه. فالماستر هذا انا شفت انه لازم ان نستفيد من خبراته، انا ومجموعه من الشباب او انا والمجتمع. فعشان كذا انا اجتهدت والحمد لله يعني توفقت، سواء كان ذلك تحت رعايه الشباب، سواء كان ذلك تحت رعايه القنصليه لجمهوريه الصين الوطنيه. فتوفقت الحمد لله وجبته، وكان الحضور على الاقبال، احنا سوينا حفل في البدايه كان تقريبا حضور 400 شخص بين سيدات ورجال. بعد ذلك سوينا دوره مدتها يومين، بدات امس واليوم تنتهي، واتوقع اليوم هم الان جالسين يتدربون بدوني طبعا. يعني تم احضاره على السعوديه وكان في حضور واقبال كبير عليه، وكان يعني انا برضه في جزئيه مره مهمه، ليش برضه حضرتك ذكرتها، ليش احنا ما عندنا دعم لهذه اذا كانت هذه الرياضه بهذه الاهميه، ليش ما في دعم لها؟ دائما الاجراءات الحكوميه تكون روتينيتها بطيئه جدا. رعايه الشباب تدعم اي رياضه تكون داخله في الرياضات الاولمبيه. رياضه الكونغ فو بالتحديد الى الان ما دخلت في الالعاب الاولمبيه، لانها ما هي هدفها رياضه اكثر من هدفها فنون حياه او فنون قتال.
فعشان كذا احنا نواجه مشكله في الاعتراف. في جزئيه في هذه الرياضه قد تكون مميته؟ ممكن جزء كبير منها بس مراحل متقدمه. نوع من انواع الضرب يعني؟ الجسم يحمل نقاط حساسه. اذا عرفتي نقطه سماء في وقت معين وضربتيها باي ضربه معينه ممكن تكون نقطه حساسه. تمام. بالذات نقاط الوجه يعني. انا اتمنى انك ما تستخدمها. يجي دور التدريب السليم يعني التدريب كان هنا تقنين التدريب لازم يكون الواحد في الكاراتيه في نقاط مميته كذلك؟ نفس الشيء هي كلها فنون القتال يعني فكرتها واحده. كيف تستخدم الجسم كسلاح او كاداه تدافع بها عن نفسك وكيف ممكن تستخدم في الهجوم برضه. فهنا الموازنه لازم تكون وتيجي مع التدريب ومع الخبره. طيب اكيد لك الان مسار حضرتك ماشي عليه. والله حاليا انا لسه جيت من اليابان قبل اسبوعين. انت كنت في اليابان؟ كنت في اليابان الحمد لله. عملنا تدريب في يسموه الهومبو دوجو اللي هو المقر الرئيسي للستايل حقنا. وبحاول يعني وصلت الحمد لله لمرحله كويسه دحين عندي الدان الثالث. فبحاول اني اتقن. يعني كل اللي تعلمته خلال 10 سنين اللي فاتت دحين جاء دور الاتقان والصقل يعني صقل المهارات. سؤال اخير موجه للطرفين، كونكم اشخاص يعني رياضيين لدرجه عظيمه ما شاء الله واكيد يعني عن دراسه مش عن مجرد سماع او خبرات او الى اخره. البنت كونه احنا برنامج نسائي، في كثير ناس ضد رياضه البنات وفي كثير ناس بيقول لك لا الرياضه سيئه و الى اخره، ابغى جواب من حضرتكم ومختصر جدا. مثل هذه الرياضات ايش ممكن تفيد او تضيف لاي بنت؟ الدفاع عن النفس. أهم نقطة للبنت أنها تتعلم الدفاع عن النفس، الثقة، الهدوء، الصبر، هذه كلها جدا رياضات مهمة للسيدات. حضرتك؟ وعندنا هنا بالذات عشان الحركة قليلة وفرص الخروج في الجو وإنه الواحد يعني يعمل ممارسات حركية. هي هذه الأنواع من الرياضات بتكون تفضل أنها تكون يفضل بس ممكن تمارس في الداخل ممكن. وتديك بس نفس السعودية الحاجة. أعتقد عندنا في جدة ما في هواء طلق. لا مكان مغلق. مكيفات هواء بدون طلق. فهي يعني هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن واحدة تمارسها تغنيها عن بعض النقص في الحركة اللي ممكن يكون ناتج عن مدى أهمية الرياضة للبنات بشكل عام. ما يعني مهمة جدا ما يبغى لها يعني ما في نقاش بس احنا نتمنى انه يكون في دعم حكومي او دعم رسمي لهذا الرياضه لانه حتى لو 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 كان في توجه اطفال اظن هناك بيتعلموها وهم اطفال تقصدي برا في هذا اكيد اكيد بس ترى احنا ماخذين فكره ان اللعبه هذه لازم تكون من الطفوله لحد الكبر لا صحيح انا صادفت ناس دخلوا في اللعبه هذه عمرهم 50 60 سنه بداوا في اللعبه هذه وصلوا فيها مراحل طيبه لان الفنون القتاليه ما هي زي الرياضات الترفيهيه كوره سباحه واو الفنون القتاليه لها هدف الهدف هذا يمشي على جميع شرائح المجتمع احنا نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لحضوركم على سيدتي وان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح لكم شكرا لكم اذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقره بسيدتي مستمره ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا في سيدتي بعد الفاصل سمفونيه الصحراء تصعد بالمصوره نجلاء الخليفه للعالميه